ولنقاش ملف تداعيات الانفجار الذي هز بيروت في المرفأ ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، شكرا لكم. خلف انفجار مرفأ بيروت خسائر بشرية ومادية وأدى إلى دمار في البنى التحتية والمنازل، كيف يمكن وصف حجم الحادثة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء تحية لكم ولقناة ومشاهدي الرافدين في كل مكان. يعني شاهدنا معكم الصور المنبعثة من لبنان والفيديوهات العديدة التي صورت الفاجعة من أكثر من زاوية، وهي الحقيقة مشاهد لم يسبق لها مثيل مع كل الذي مر على لبنان من حروب وتفجيرات واغتيالات وحرائق إلا أن هذا الانفجار وحجم تداعياته وحجم الأضرار المادية ويعني البشرية والمعنوية، الحقيقة يعني لن يتعافى منها لبنان واللبنانيون إلا يعني بعد مرور عقود من الزمن، والله أعلم. حجم الدمار، شدة الانفجار، الرعب الذي يعني أصاب الناس، التداعيات المستقبلية، كل هذا الحقيقة يجعل من هذا الانفجار فريد من نوعه على أكثر من صعيد. الأسباب المبدئية لهذا الانفجار تعود وفقا للرواية الرسمية لتخزين مادة نترات الأمونيوم في المرفأ. ما الذي يدفع الدولة اللبنانية لترك مثل هذه المادة بهذه الخطورة في المرفأ لست سنوات؟ الحقيقة الحديث عن الدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية والحكومة اللبنانية يعني حديث يعني رفع العتب، الكل يعلم أن لبنان يرزح تحت احتلال إيراني بكل ما في الكلمة من معنى، وأن حزب إيران في لبنان المدعو زورا حزب الله هو أداة إيران، وهو المتصرف وهو المهيمن، وهو ما يسمى بالدولة فوق الدولة وليس دولة داخل دولة، هو دولة فوق الدولة يسيطر ويهيمن على القرار السيادي اللبناني على كل وكافة يعني المستويات والأصعدة. ومن المعلوم أيضا والمقطوع به والمجزوم به أن السيطرة الكاملة والهيمنة الكاملة على مرفأ بيروت كانت لهذا الحزب. فبغض النظر عن السيناريوهات، الآن سيناريوهات كثيرة الحقيقة مطروحة عن سبب التفجير، وهل هو بفعل فاعل أم هو حادث أم هو يعني قصف إسرائيلي أم هو صاروخ، الحقيقة كل هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، المسؤولية الكاملة تقع على هذا الحزب الذي كان يتحكم بهذا المرفأ، ولا تخرج قشة ولا تدخل إليه قشة إلا بعلمه وبقراره. فبغض النظر عن السبب المباشر لهذا الانفجار، مجرد وجود هذه المواد والحفاظ عليها طيلة هذه الفترة بعلمه يضع المسؤولية كاملة على هذا الحزب الذي الحقيقة ما رأى منه اللبنانيون إلا القتل والدمار والفقر والجوع، وكل هذا باسم يعني المقاومة وباسم الجهاد للأسف. كيف يمكن قراءة زيارة الرئيس الفرنسي اليوم للبنان ومناشدة اللبنانيين له لعدم إرسال المساعدات للحكومة اللبنانية؟ لا يخفى عليكم أن هناك شريحة واسعة من اللبنانيين ما زالوا إلى يومنا هذا يعتبرون أن فرنسا هي أمهم الحنون، وإلى يعني الأمس القريب كان هناك العديد من المنازل في لبنان تضع صورة شارل ديغول في صدر المنزل. فلذلك رأينا اليوم للأسف الشديد أخبار وأنباء عن تداول عريضة وقع عليها أكثر من 40,000 لبناني تطالب بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان، وهذا الأمر يعني مستغرب. طبعا ماكرون ما جاء إلى لبنان إلا لأنه يرى مصلحة محققة لبلاده في هذه الزيارة. طبعا عنوان الزيارة المساعدات والتضامن والوقوف إلى جانب لبنان، لكن كلنا يعلم أنه في السياسات الدولية والسياسة الخارجية للدول الكبرى هذه المسائل الحقيقة يعني
لا يصدقها إلا ساذج. الذي يتحكم في تحركات هؤلاء القوم حكوماتهم ودولهم هي المصلحة. ولا شك أنه بردود الأفعال اللي ستنتج نتجت وستنتج عن هذا الانفجار، رأى الغرب وفرنسا تحديدا، كون لبنان كان تحت الانتداب الفرنسي بين الحرب العالمية الثانية، رأوا فرصة لهم وثغرة ممكن الدخول منها واستعادة نفوذهم في المنطقة وفي لبنان تحديدا، ووضع حد للنفوذ الإيراني وأدواته في لبنان تحديدا، حزب إيران في لبنان. وهي فرصة يعني ما أرادوا أن يفوتوها، وستشكل أظن يعني معلما في المستقبل القريب للسياسة الخارجية الفرنسية والأوروبية وحتى الأمريكية في لبنان. وفي السياسة اللبنانية أيضا تحدث ماكرون عن وجود أزمة سياسية فعلية في لبنان، واتفق مع السياسيين على ميثاق جديد للإصلاحات أساسه الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد. ما مدى إمكانية تجسيد هذه التغييرات التي تحدث عنها ماكرون في ظرف شهر واحد قبيل موعد زيارته المقبلة؟ قال في خطابه أنه سيزور لبنان في مطلع أيلول المقبل. سيدتي الكريمة، أن أي خطة للتغيير يتم التداول فيها أو البحث فيها مع هذه الطبقة الجاثمة على صدور اللبنانيين منذ 3 عقود، يعني هو يعني صرخة في واد ونفث في رماد. الطبقة هذه لابد من رحيلها. هذه الطبقة يعني هي بمثابة السرطان الذي ضرب لبنان، ولا ينفع مع السرطان إلا البتر والاستئصال، وإلا فسنبقى يعني مكانك راوح. وسيتضح للجميع أن يعني ماكرون وفرنسا والغرب ليسوا جادين في إحداث أي تغيير إيجابي في المعادلة السياسية في لبنان. إن يعني التباحث في آليات التغيير مع هذه الطبقة هو يعني نوع من الجدل العقيم حقيقة، ولا بد من تغيير الوجوه، ولا بد من تغيير السياسات المتبعة والتي يعني إلى حد بعيد هي تقليدية، والإتيان بشخصيات يتوافق ويجتمع عليها اللبنانيون على يعني نزاهتها وصدقها وحرصها على المصالح العامة. لأن هذه الطبقة تبين عند أكثر من محور ومفصل وحدث في تاريخها عبر 3 عقود، أنها لا تعتبر لبنان إلا يعني فرصة ومصدرا للإثراء غير المشروع، وآخر همها طبعا المصالح العليا ومصلحة الشعب اللبناني. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي ربيع حداد، كنت معنا عبر سكايب والهاتف من مدينة إسطنبول التركية.